صباح الخير مستر. الله معك، شو فيني أخدمك؟ خبروني برهبانيتكم في مكتب بيأمن وظائف للصبايا اللي بحاجة يشتغلوا. مزبوط، بالجامعة التابعة لرهبانيتنا في عنا مكتب يهتم بهالمواضيع. كيف في أقدم طلب عندكم؟ شو عندك حضرتك؟ بدي صبية بنت عائلة تهتم بأمي. أمي السكري عاميها وبحاجة لحد يضل حدا ويرعاها. طب سجل لك اسمك وعنوانك ورقمك بالجدول عنا. بطاقتي علي اسمي وعنواني ورقم تليفوني. كتير منيح، رح احط لك طلبك بالمكتب المختص عنا وهن بيبقوا بيتصلوا فيك ماكسيموم خلال اسبوع. بس الوضع كتير مستعجل، اذا ممكن يعني. طيب رح احط لك كارتك بالاجنده الخاصه عندي، تسرع لك طلبك قد ما بقدر. انت ويتي بكير؟ راح بعد شوي لعند اختي الرهبة على الدار، اليوم عيدها بدها عيدها. ما تنسي تسلمي لي عليها وتعيديها عني، كنت حب شاركك هالمفاجأة. اهلا وسهلا. خليني اسجل له اسمه وعنوانه ورقمه على الكمبيوتر قبل ما انسى.